السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. محمد مناف The Five O Coach. فيديو اليوم إجابة على سؤال أحد الأصدقاء يلي عم يسأل على موضوع إنه ليش بتحس حالك أيام هيك منتفخ وعضلاتك كبيرة وحلوة وفل، وأيام بتحس حالك إنه جسمك فلات وعضلاتك بتروح بعد يومين ثلاثة، عضلاتك بتروح وبتحس إن الحجم هذا اللي كان عندك راح، تمام؟ وهذا موضوع يا جماعة خلوا ببالكم، هذا موضوع مختلف عن موضوع اللي حكيت فيه قبل، إنه ليش أثناء التمرين عضلاتك بتكبر وبعد التمرين عضلاتك بتحس إنه صغرت. هذاك الفيديو سويته لحاله، ما بدي طول هذا الفيديو كتير، باختصار شديد هو متعلق بمادة اسمها نيتريك أوكسيد الجسم بيضخها عشان يوسع الأوعية الدموية. الأوعية الدموية بتوصل بروتين وأكسجين للعضلات أكثر، فبيكون شكله أكبر وأحلى أثناء التمرين، تمام؟ هذاك فيديو تاني بعمله لحاله إن شاء الله وعملته أوريدي، اللي حابب يرجع له يرجع له يشوفه. المهم سؤالنا اليوم يا جماعة هو عبارة عن ليش الجسم أيام بتحسه ممتلئ وحلو وكبير وضخم، وأيام معينة بتحس حالك تعبان وعضلاتك فلات. يا جماعة لازم نعرف شغلي، العامل الأساسي في امتلاء العضلات وكونها يعني ضخمة وحلوة ومليانة هو مادة الجلايكوجين. الجلايكوجين هو عبارة عن الكربوهيدرات، الجسم بيحولها لمادة اسمها جلايكوجين. فإذا عمليا العامل الأساسي هو كمية الكربوهيدرات يلي في جسمك يلي الجسم رح يحوله لجلايكوجين، تمام؟ إذا معناتها انت هون تقريبا عرفت شغله، فقلت لحالك خلص الكربوهيدرات رح يعمل لي عضلات كبيره، بروح باكل كربوهيدرات اكثر بيصيروا عضلاتي اكبر ومتحقق الهدف اللي بدك اياه. بس هون في مشكله يا جماعه، انه الجسم عاده بيحتاج المخازن الجلايكوجين اللي بالجسم في الكبد والعضلات بتحتاج عاده افريج، يعني رقم متوسط بحدود 350 جرام كربوهيدرات للشخص. ولكن كلياتنا محتاجين 350 جرام كربوهيدرات؟ اكيد لا، في ناس ممكن يكفيها على 200، في ناس ممكن يكفيها على اكثر من هيك بكثير، 400 و500، بحسب طولك، بحسب حجم العضلات اللي عندك، بحسب قديش نسبه الدهون اللي عندك، تمام؟ في كثير عوامل يا جماعه بتلعب بكميه الكربوهيدرات اللي جسمك محتاجه. فانت هون وقعت بمشكلة انك ما بتعرف قديش الكربوهيدرات اللي عندك هو اللي بفيد جسمك. فشو لازم تعمل؟ كيف بتقدر تحل هالمشكلة يلي انه جسمك ما لا تحسه فل ولا عم تحسه فلات؟ يا صديقي انت هون لازم تجرب تمشي على برنامج معين لفترة معينة. انت مثلا حطيت البروتين تبعك على سبيل المثال 250 جرام، حطيت الدهون على سبيل المثال مثلا 70 جرام أو 60 جرام، بتبلش بكمية كربوهيدرات معينة. انت اذا جسمك ما عندك دهون، جسمك ناشف ولكن هدفك انك تضخم، فبتبدأ بكمية كربوهيدرات معينة، خلينا نقول على سبيل المثال 300 أو 350 جرام، وبتمشي بال 350 جرام لمدة اسبوع أو اسبوعين. خلال هالاسبوعين اذا حسيت جسمك ممتلئ وعضلاتك حلوه وصلت للهدف اللي بدك اياه، معناته 350 جرام بتكفيك لبين ما تضخم جسمك اكثر وعضلاتك يصيروا اكبر. معناته هداك الوقت، وقت اللي تحس حالك صرت فلات مره ثانيه، رجعوا عضلاتك نفسوا وصغروا، بترجع بتاخذ 50 جرام كربوهيدرات زياده، بتوصل ل 400 جرام وهلم جره، وعلى هذا مثله، تمام؟ اذا كنت شخص عندك دهون زايده، وهون المشكلة، إذا كنت شخص عندك دهون زايدة وعم تحس بنفس الموضوع، معناته هاي نصيحتي، في بعض الناس ممكن تختلف معي ولكن هذا رأيي أنا. إذا أنت شخص عندك دهون زيادة وحاسس عضلاتك ما فيهن كربوهيدرات، ما فيهن جلايكوجين، ما فيهن هالحجم هذا البامب اللي موجود، لازم تضحي بموضوع البامب لفترة معينة لبين ما تخسر الدهون اللي عندك. يعني إذا أنت جسمك فيه دهون زيادة ورحت أكلت لي 500-600 جرام كربوهيدرات وجسمك ما عم يستفيد منه وما عندك هالعضلات الكفاية اللي جسمك رح يستهلك ال 500 أو 600 جرام، معناتها الباقي من هالكمية الكربوهيدرات رح يتحول لدهون. في شيء يا جماعة اسمه سبيل أوفر. شو يعني سبيل أوفر؟ يعني أنت على سبيل المثال لنفرض عندك كاسة مي، كاسة المي سعتها هالقد، أوكي؟ 100 ميلي ولا 200 ميلي، خلينا نقول عبيت ال 200 ميلي بالكاسة المي، ال 200 ميلي كفتك تمام لهالكاسة هاي. لو أقل الكاسة حتبين فاضية، لو أكثر من 200 ميلي المي حتطلع برا الكاسة. وهذا يلي بيصير وقت اللي يكون الجسم ياخد احتياجه تماما من الكربوهيدرات تماما، جسمك رح يكون شكله حلو، عضلاتك ممتلئة. إذا كان
جسمك عم ياخد كربوهيدرات أقل من احتياجه رح يكون شكل عضلاتك فلات. إذا أخذت أكثر من احتياجك رح يصير عندك زيادة spillover. The spillover لزيادة في الكربوهيدرات الجسم رح يحوله دهون. فلذلك مثل ما قلت لك إذا أنت عندك دهون زيادة ما في داعي تخاف كتير على موضوع إنه والله عضلاتي هلا بامب ولا مش بامب. هذا مش أولويتك هلا. أولويتك إنك تخسر الدهون عشان شكل جسمك يصير حلو. لو تحكمت بنسبة الكربوهيدرات وقللتها شوي لفترة معينة ما في مشكلة، لأنه أنت هدفك على المدى البعيد إنه شكل جسمك يصير أحلى. تمام؟ يعني تخيل أنت على سبيل المثال واحد قاعد بالأجار وبده ينتقل على بيت، تمام؟ فأنت يا أما بتروح بتستأجر بيت على سبيل المثال $100,000، تدفع بالسنة $100,000 أجار بيت أو $50,000 أو ما بعرف قديش الأجارات، وبتاخد بيت كتير حلو كتير كبير، تمام؟ أو بتاخد بيت مثلاً $20,000 أو $10,000 بالسنة، ولكن بتصمد بمصاريك وبعدين بالنهاية بتشتري بيت لإلك أكبر وأحلى. نفس الشيء هون يا جماعة بموضوع الدايت، أنت يا أما بدك تكون مفوكس كتير على شكلك أثناء الدايت، أوكي، وهذا الشيء رح يعذبك كتير لأنه أحيان بدك تزيد كربوهيدرات أحيان بدك تقلل ورح يأخر كتير وصولك للنتيجة، يا أما بدك تتغاضى شوي لمدة شهرين أو ثلاثة أو أربعة بحسب كمية دهون اللي عندك، بدك تتغاضى شوي عن موضوع أنه جسمي هلأ فل وحلو وضخم كبير، وروح شوي الكربوهيدرات، تغاضى شوي يعني غض نظر عن الكربوهيدرات لفترة معينة لبين ما جسمك ينشف وعضلاتك تظهر، بعدين بتقدر تتحكم بالكربوهيدرات أفضل من قبل. تمام يا جماعة؟ بتمنى أني ما كنت طولت الفيديو كتير، بتمنى أني وصلت الفكرة اللي بدي وصلها. مشكورين على المتابعة وبالتوفيق.